السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتنا هذه المتواضعة التي ننشر من خلالها الفوائد العلمية والأدبية وهذا كتاب خارطة الطريق للشيخ عائض القرني نقرأ منه قليلا. الكرم، عليك بالكرم في قولك وفعلك، في ابتسامك وإقبالك على الناس، في الطعام والمال والعلم والمساعدة والشفاعة. الكرم صفة النفس ومنه الرجل الكريم، والكرم هو السخاء والجود والعطاء وسماحة القلب. عليك بالكرم أي التزم صفة الجود والعطاء في قولك وفعلك، فكن كريما في قولك وقل لهما قولا كريما، قل قولا ينفع الناس ولا يضرهم، وقم بعمل ينفع الناس ويفيدهم. في ابتسامك لا تبخل ببسمة في وجه أخيك، فإنها لك صدقة. وإقبالك على الناس، أقبل على الناس، إذا قصدك أحد وآثرك بزيارته ولقائه فأقبل عليه ولا تشتغل عنه بأمر آخر. وعليك بالكرم في الطعام والمال والعلم، أي أطعم الناس وأفدهم بمالك وعلمك وساعدهم بجهدك وبمالك وبقولك بكل ما عندك، ولو بشفاعة إلى صاحب منصب. ومن كرمك ألا تسأل أحدا شيئا، بل اسأل الله وحده. أعطي الناس ولا تسألهم ولا تأخذ منهم الأموال، هذا أيضا من الكرم.